تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. ونقول اليوم في هذا اليوم المميز صباح الولاء لأغلى وطن، وصباح المحبة لأسعد شعب، وصباح الشموخ لأجمل علم. وإن شاء الله سيرفرف علمنا اليوم في كل أرجاء الوطن. طبعا صباح الخير على الجميع، وكل عام وعلم بلادي خفاق عالي في قلوبنا قبل أن يكون خفاقا عاليا في على بيوتنا. نعم، دائما نقول اللهم احفظ الإمارات وأدم عليها الأمن والأمان. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم اليوم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، هتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معنا اليوم في إعداد الحلقة، الأستاذ يوسف سعد، وفي الإعداد والتنسيق الأخت نجاة السويدي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أصبح على أختي آمنة آل علي، صباح الخير. صباح النور والسرور. وأيضا مستمعينا الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم، ونرحب بمشاركاتكم على الأرقام 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا اليوم عندنا موجز بأهم الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام، وأبرز المواضيع المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي. وفي هاي الحلقة أيضا مستمعين الأعزاء سنتعرف إلى بعض النصائح المهمة التي ستساعدنا على التفاعل المتميز مع تحدي دبي للياقة. وأيضا بنتعرف إلى فوائد ومصادر فيتامين سي الذي بالطبع نحتاجه خلال الفترة القادمة والحالية لتقوية مناعتنا. وفي الوقت نفسه أيضا لنا وقفة مهمة في حلقة اليوم مع التقنيات والحلول الذكية، وكيف نجحت هيئة الصحة بدبي في مواجهة جائحة كوفيد-19. مستمعينا الأعزاء، بناخذ اليوم مثل ما قلنا لكم اليوم اختيامنا يوم مميز، يوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلمنا هو رمز اتحادنا ورمز قوتنا ورمز وحدتنا. خلنا نسمع مع الأخت آمنة العلي هذا الخبر. الإمارات تحتفل اليوم برمز السيادة والعزة، يوم العلم، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيوم العلم، رمز سيادتنا ووحدتنا، والذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام، حيث وجه سموه في وقت سابق دعوة للمواطنين والمؤسسات والوزارات لرفع علم الدولة في 3 نوفمبر وفي تمام الساعة 11 صباحا وفي وقت واحد. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله اعتمد يوم العلم في عام 2012 كمناسبة وطنية توافق 3 نوفمبر من كل عام، والتي يحتفل بها شعب الإمارات تزامنا مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم، لتعكس مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم وبيان خصوصيته بصفته رمزا لسيادة الدولة ووحدتها وكونه رمزا للوطن والانتماء له. مستمعين الأعزاء، ومن فقرة يوم العلم إلى فقرة السوشيال ميديا، ومعانا اليوم زميلتنا الأخت أسماء الجناح. أختي أسماء صباح الخير. صباحك
حكم الله بالنور والسرور. أخوي عبد الله عليكم وعلى الأخت الآمنة وكل اللي يستمعون لإذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية، وكل عام أنت بخير في هذا اليوم الجميل، يوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يوم مميز في هاليوم، يعني نحن الكل يحتفل برمز سيادتنا ورمز وحدتنا. يعني الواحد يحس بحماس من أول ما يقوم من النوم، والعلم بيتم مرفوع بجهودنا بعملنا، فلازم دائما دائما نحرص أنه دائما يكون شامخا عاليا بإذن الله إن شاء الله. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. طبعا اليوم الكل متحمس، وكل عادة ومثل كل سنة بيكون وسم يوم العلم ترند في نفس الوقت رفع العلم، وهو أصلا بادي الهاشتاج يصير أكتف أصلا من أول الصبح ومن أمس. فهذا بخصوص الأشياء التوب ترند عندنا في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا نحن من ضمن الأشياء اللي نحن نحطها ونصائحنا اليومية، دائما نسمع الناس يقولون وايد أنسى ونسيت وذاكرتي، فحطينا بعض طرق تحسين الذاكرة في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع أن يشوفها. أيضا نأكد على أماكن توفير لقاح الإنفلونزا، وضعنا أمس وين أماكنهم أوقات العمل، لكن حتى بوجود أوقات العمل لازم الشخص ياخذ موعد قبل ما يروح المركز الصحي او المراكز الثانيه اللي موجود فيها تطعيم الانفلونزا من خلال تطبيق هيئه الصحه بدبي. تطبيق هيئه الصحه في وايد خدمات، وتم ما شاء الله يعني شكله بعد تغير هالكم اليوم، فالاشخاص الجميع ممكن يحجزون موعد فيه للانفلونزا وايضا لفيروس كوفيد 19 من خلال تطبيق الهيئه، وهذا أوفر لهم وأسهل لهم. دائما ياوي التليفون وما له داعي يتصل ولا يتعب عمره، وكله بكبسة زر. فنشجع الجميع على أخذ المواعيد وأيضا الحضور في الموعد عشان ما يخرب على غيره من الأشخاص اللي ياخذ المواعيد. أيضا تعرضنا بعض الأرقام المهمة الخاصة بمركز دبي للسكري. إحنا عندنا فقرة أسبوعية اسمها صحة دبي بالأرقام، فكانت من الأرقام المميزة أن أكثر من 38,000، يعني تقريباً 39,000 زيارة لمركز دبي للسكري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي. فهذول الأشخاص اللي قاموا بالزيارة في مجموعة من الخدمات، المركز عبارة عن مركز تكاملي في أكثر من 9 خدمات منوعة وتكاملية لمريض السكري. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، لكن أيضا نؤكد للجميع حتى لو كنتوا محتفلين اليوم في يوم العلم، لا تنسون الإجراءات الاحترازية، لا تنسون التباعد الاجتماعي وأيضا لبس الكمامة. بالنهاية سلامتكم مهمة، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. اختي آمنة عيال بناخذ، شو رايك ناخذ فاصل، وفقرتنا الثانية بتكون عن مستجدات كوفيد 19. فمستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. يوم العلم. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية 4006. ومثل ما تعرفون أعزائي المستمعين أن قبل أيام بسيطة انطلق معنا تحدي دبي للياقة، هذا الحدث الرياضي السنوي الفريد من نوعه اللي ينتظر الجميع، ومن دون شك أن تعودنا على الخروج إلى الساحات والمضامير والصالات الرياضية بكل شغف حبا في هذا التحدي، وبحثا عن لياقة صحية وبدنية عالية.
وفي الظروف اللي يمر فيها العالم فيما يتعلق بكوفيد 19 أصبح هناك إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحتى نستمتع كلنا بفعاليات وأنشطة تحدي دبي للرياضة ضمن الحدود الآمنة صحيا. يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور آمنة، شخبارك؟ تمام الحمد لله دكتورة، يوم علم سعيد ونتمنى لكم إن شاء الله احتفالات جميلة مع إجراءات احترازية. أمين إن شاء الله، والله يحفظ لنا دولتنا هذه في أمن وسعادة. اللهم أمين. بداية دكتورة، ممكن تعطينا شرح علمي وطبي حول أهمية ممارسة الأنشطة والرياضات المتنوعة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية؟ طبعا لا غنى عن الذكر أن النشاط البدني هي من أساسيات الحياة وأنماط الحياة الصحية، أن الشخص لازم يكون نشيط بدنيا ورياضي. يعني الكثير يتوقع أن الرياضة لا أنا بشيل حديد وأنا بشيل روح الجيم وكذي، لا بالعكس، النشاط البدني أنت تقدر تمارس أي نشاط بدني أثناء تواجدك في المنزل، تخرج شوي تتمشى. فالنشاط البدني والغذاء الصحي تعتبر من العناصر المهمة للسيطرة على العديد من الأمراض. على سبيل المثال، إن إحنا إذا مارسنا نشاط بدني نقدر نقلل من فرص إصابتنا بمرض السكري بحوالي 40%، نقدر نحمي نفسنا من الإصابة بأمراض القلب والشرايين أيضا آمنة. حتى هذه النشاط البدني راح يحمينا من الفرص الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر، هذا كله راح يساعدنا في التغلب عليه إذا مارسنا النشاط البدني، وأيضا راح يساعدنا في تقليل فرص إصابتنا بأمراض المفاصل والظهر، وإلى جانب الإصابة أيضا ببعض أنواع السرطانات إذا إحنا حافظنا على نشاط بدني آمنة. نقصد بالنشاط البدني إذا أنت تمارس 30 دقيقة فقط في اليوم، فهذا النشاط البدني يعتبر كفاية، لكن إحنا بعد ننصح أنك أنت تزيد عن 30 دقيقة إلى 60 دقيقة أي نوع من الرياضة. الحين الجو جدا جميل، الواحد يقدر يطلع يتمشى في الممشى على البحر، الحين كثير دارج الدراجات، حتى أنت تقدر تروح تمارس نشاطك في النادي الرياضي. بس طبعا ما ننسى أن إحنا نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية. احنا ننصح الجميع يمارس النشاط البدني من الاطفال الى كبار السن اختي عمنا. نعم، وهل تتفقون دكتورة هند معانا بان ادارة الصحة العامة بالهيئة يعني تتفق ان تحدي دبي للياقة رسخ العديد من المفاهيم والانماط الحياتية والصحية السليمة في اوساط المجتمع؟ بالفعل، يعني تحدي دبي 30-30 يعني صار الحين مثل شيء سنوي يذكرنا بضرورة التزامنا بنمط الحياة الصحي، وإحنا نحاول في هذا الشهر نزيد من جرعة المواد التثقيفية اللي ننزلها عن الرياضة والغذاء الصحي وأنماط الحياة الصحية، ونشجع الجميع أنهم يعيدون يلتزمون يذكرون نفسهم أن لازم تحافظون على صحتكم، تمارسون الرياضة وما إلى ذلك. فبالفعل صار شهر نوفمبر مربوط بتحدي دبي 30-30، وزدنا من جرعة تثقيفنا ونطلب من الجمهور والمجتمع كلهم أنهم يشاركون معنا في هذا التحدي هاي السنة. نعم دكتورة، أنا الصراحة شفتك أمس متحمسة ومنزلة التطبيق وياسة تلتزمين بنظام غذائي جيد، فهل أنت تشجعين الناس حتى مع الرياضة أنهم أيضا يركزون على غذائهم، لأن هالشيئين متكاملين أكيد؟ طبعا، يعني أنا أشجع الجميع أن ما دام أنت راح تلتزم بنمط حياة صحي فأنت لازم تلتزم بالنشاط البدني إلى جانب الغذاء الصحي. الغذاء الصحي احنا ما نقصد الحميات الغذائية الشديدة، احنا نقصد انك انت تحافظ على غذائك، تحرص ان يحتوي على جميع العناصر الغذائية بكميات معتدلة. الاعتدال في كل شيء آمن هو هذا الشيء اللي بيخليك انت تلتزم لمدة اطول او انك تلتزم فيه لمدى الحياة. الحميات اللي مال اسبوع واسبوعين هاي تخليك تلتزم فيها لفترة وبعدين ترجع ترى اسوء عن قبل. فإحنا يعني دائما ننصح أنك أنت في حدود المعقول، في حدود الاعتدال، تحافظ على غذاء صحي ونشاط بدني، تمارس رياضة أنت تحبها،
مو بشرط بس المشي، ساعات المشي يكون ممل لبعض الناس، فإحنا يعني نشجعهم يجربون أنواع عديدة من الرياضات. وما شاء الله الحين يعني شفنا الكثير من الأشخاص يجربون أنواع ثانية غير عن المشي والجري المعتادين. نعم، كل ما نوعنا دكتورة من النشاطات الرياضية، كل ما إحنا شعرنا بالمتعة أثناء أداء هذه الأنشطة. فممكن دكتورة تعطينا في النهاية عن ممارسة الأنشطة والرياضات المتنوعة، مع هذا نحافظ على الإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة. طبعا إحنا ما ننسى إن إحنا ما زلنا في جائحة كوفيد-19، وإحنا لازم نذكر نفسنا دائما بالتزامنا بجميع إجراءاتنا الاحترازية. أنا دائما أذكر الجميع في أهم ثلاث أشياء أنتم لازم تتذكرونها دائما أثناء تواجدكم في أي مكان عام. مسافة كافية بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، تحافظ على لفتك لكمامك طوال الوقت إلا إذا أنت كنت تمارس رياضة شوية شديدة عليك، وهذه إحنا هني فقط إحنا نقول أنك أنت تخلع كمامك. إذا كنت تمارس رياضة ثقيلة شوية عليك هني تقدر تخلعها، بس في نفس الوقت لا تنسى أنك أنت تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين عشان أنت تحمي نفسك، وطبعا حفاظك على نظافة يدينك طوال الوقت، ودائما ننصح بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو إذا لم يتوفر الماء والصابون تستعمل الجل المعقم. طبعا إذا شفت مكان، رحت مكان الممشى أو البحر وشفت مكان شوي مزدحم، إحنا ننصحك تروح لمكان ثاني شوية أهدى، ما تزاحم الناس في هذا المكان. إذا أنت كانت عندك بعض الأعراض، تحس نفسك تعبان، فيك حمى، أعراض تنفسية، إحنا ننصحك أنك أنت ما تروح لهاي الأماكن وتعرض نفسك والآخرين للخطر. وهاي هي أهم النصائح اللي إحنا نقدر ننصح بها الجميع. نعم، كذلك دكتورة ما ننسى أن نقولهم أن الأجهزة الرياضية إذا استخدموها في الجيم أو مثل ما نقول الصالات الرياضية، أنهم يحرصون أنهم ينظفون هاي الأجهزة قبل استخدامها عشان يحمون نفسهم ويحمون أهاليهم من فيروس كورونا. بالضبط أمنا، يعني الواحد إذا يبي يروح للنادي الرياضي أو حتى يبي يستعمل الأجهزة الموجودة في الحدائق العامة، إحنا ننصح أنه يتأكد أنها معقمة بشكل جيد. إذا أنت بتروح للنادي طبعا لازم أولا تأخذ أشياءك الشخصية مثل منشفتك الخاصة، زجاجة الماء الخاصة لك، إذا أنت تستعمل سجادة للرياضة تأخذها معك، لما تبغى تستعمل جهاز تعقم الجهاز قبل ما تستعمله، تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين وما إلى ذلك. نعم، شاكرين لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات القيمة. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل، وبعد الفاصل هذا بناخذ اضطراب الاكتناز واللي هو مصطلحنا الطبي لليوم. خلوكم معانا وبنرجع بعد الفاصل. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مع برنامج صحة وسعادة، والحين مع فقرة المصطلح الطبي واللي هو اضطراب الاكتناز. وقبل ما نقولكم عن اضطراب الاكتناز نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية 4006. مصطلحنا الطبي اليوم أخوي عبد الله عن اضطراب الاكتناز. في كثير من الناس يعانون من هذا الاضطراب واللي هو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة للاحتفاظ بها، ويعاني الشخص المصاب باضطراب الاكتناز من الشعور بالضيق بمجرد التفكير في التخلص من هالأشياء، وهذا يؤدي إلى تراكم مفرط لأغراضه بغض النظر عن القيمة الفعلية لها، وغالبا ما يؤدي الاكتناز إلى ازدحام مكان المعيشة إلى حد امتلاء منزل الشخص المصاب بهذا الاضطراب إلى السعة القصوى، وتتراوح شدة الإصابة باضطراب الاكتناز من الدرجة الطفيفة إلى الشديدة في بعض الحالات. قد لا يكون الاكتناز تأثيرا كبيرا في حياتك، بينما يؤثر في حالات أخرى بشكل خطير في أدائك لوظائفك بصورة يومية. وقد لا ينظر الأشخاص اللي يعانون من اضطراب الاكتناز لهذا الاضطراب على أنه مشكلة، مما يصعب عملية العلاج، لكن يمكن أن يساعد العلاج المكثف الأشخاص اللي يعانون من اضطراب الاكتناز على فهم كيف يمكن تغيير اعتقادهم وسلوكياتهم حتى يحظون بحياة أكثر أمنا وإمتاعا.
وطبعا أخوي عبد الله هاي مشكلة جدا كبيرة. صحيح. للأشخاص اللي يعني يحبون الاكتناز، وهذا يسمى اضطراب، يعني هذا مو شيء عادي. نعم. فنتمنى من أي شخص يعاني من حبه للحفاظ على أشياء أنه يحاول يتخلى عنها. أنا واحد منهم. لا عيل، أنت أول واحد نبدأ في العلاج معه. الله يسلمك أختي آمنة، شكرا لك. ومستمعينا الأعزاء، من بعد مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مع فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان فيتامين سي ومصادره. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء أن يعني مع قدوم موسم الشتاء، ويكثر طبعا الحديث عن موضوع نزلات البرد والأمراض المصاحبة، ومنها طبعا الإنفلونزا الموسمية على وجه التحديد، يعني فصل الشتاء أيضا يتكرر السؤال خلال الفترة هاي عن مدى استعداد الشخص يعني جهازه المناعي لمقاومة الأمراض الملازمة لهذا الموسم، وما يمكن أن يخزنه الجسم من فيتامين سي، الذي يعد طبعا كما يشاع وهو معروف أيضا أحد المصادر المهمة لتقوية مناعة الجسم. من هنا كان طبعا من الضروري الحديث اليوم عن فيتامين سي والتعرف إلى أهم مصادره. معانا اليوم الأستاذ رنا إبراهيم عبد الرحمن، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. أستاذ رنا، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، أهلا وسهلا. اليوم طبعا رح يكون حديثنا عن فيتامين سي. نعم. تمام، بس أول شيء خلينا نحكي شوي عن جهاز المناعة وكيف ممكن نقوي جهاز المناعة. يشكل جهاز المناعة بالنسبة للجسم هو نظام خط الدفاع الأول ضد الأجسام الغريبة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات. نعم. تعد المناعة القوية في هذه الأيام ذات أهمية بالغة لصحة الإنسان أكثر من أي وقت مضى، ومن المهم جدا الحفاظ على جهازك المناعي وتقويته حتى تتمكن من محاربة الفيروسات والتي قد نتعرض للإصابة بها. ويتم ذلك من خلال أخذ نظام غذائي صحي متوازن، وأخذ قسط كافي من النوم، ممارسة الرياضة بانتظام، وأيضا تناول الفيتامين سي. هل الفيتامين سي هو الأفضل لتقوية المناعة؟ جميع أنواع الأطعمة تحتوي على نسب متفاوتة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة في تقوية المناعة وتعزيز الصحة الجسدية، ولكن هناك بعض الأطعمة والأعشاب بها تركيزات عالية من أهم هذه الفيتامينات، هي فيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين إي وفيتامين دي. اليوم سيكون تركيزنا على فيتامين سي. ما هو فيتامين سي؟ فيتامين سي هو أيضا يسمى بالإسكوربيك أسيد، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيعه، لذلك يعد من المكونات الغذائية الأساسية المتوفرة بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الخضروات والفواكه، كما أنها متاحة كمكمل غذائي. ما هي وظيفة فيتامين سي؟ فيتامين سي يعد مضاد للأكسدة التي تعمل على حماية الجهاز المناعي من الضعف وتقويته من أجل التصدي لجميع الأمراض. كذلك تعمل مضادات الأكسدة على حماية الخلايا الموجودة في الجسم من التلف ومنع نمو الخلايا الحرة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وأيضا يعمل فيتامين سي على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى زيادة الصحة بها والحصول على النضارة والإشراق اللازم لها، وأيضا تقلل من ظهور التجاعيد عند التقدم في العمر. وأيضا يقوي النسيج الضام اللازم لتقوية الأسنان والعظام والمفاصل، كذلك الأوعية الدموية التي تكون صغيرة، كما يساهم في التئام الجروح ويعزز من خلايا الدم التي تحمي من خطر الإصابة بفقر الدم، يقلل من نزيف اللثة الذي يحدث بشكل متكرر، كذلك يعمل على الحماية من الإصابة بالكدمات والالتهابات المتكررة، بالإضافة إلى أنه له القدرة على تعديل الحالة المزاجية ويمنع التعرض لنوبات الاكتئاب، وأيضا يساعد على تقليل الكوليسترول الكلي والكوليسترول السيء، وأيضا يعزز من صحة العين. فلذلك هو من المهم جدا فيتامين سي، وكما ذكرت هو العديد من الفوائد في جسم الإنسان. طيب هلأ رح نحكي عن المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي. أكثر المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي هي الحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي أو السنترة والكيوي، وأيضا غني بالخضروات الخضراء الورقية الخضراء مثل السبانخ واللف والفلفل وبعض البراعم، وأيضا الفواكه الأخرى مثل الفراولة والجوافة
والبابايا، وأيضا متواجد في البروكلي والقنبيط وبعض نعم. الأطعمة المدعمة صحيح. مثل الحبوب الكاملة. أستاذة رنا، في النهاية يعني لو تعطينا بس آخر نصيحة بخصوص موضوع الفيتامين سي، وأيضا يعني هل الأكثر منه مضر على السريع لو تكرمتي؟ تمام. كما ذكرت فيتامين سي مهم جدا ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال النظام الغذائي، وأيضا هو متوفر كمكمل، بس الأفضل أن يكون غذائنا متنوعا بالخضروات والفواكه. أما بالنسبة هل يعد فيتامين سي مضر إذا تم أخذه بنسب عالية، فهو لا يوجد له ضرر شديد، لأنه مثل ما ذكرت هو قابل لذوبان في الماء. صحيح. ويتم الجسم التخلص عنه عن طريق الإفرازات والتبول، الله يكرمكم. نعم. فلا يوجد أضرار كثيرة، بعض الأضرار البسيطة ممكن تكون كالإسهال أو الغثيان أو حرقة المعدة. نعم. إذا تم تناوله بشكل مفرط من المكملات أو الأدوية، بس غير هيك ما في أضرار ثانية. نعم. الأستاذة رنا إبراهيم عبد الرحمن، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، ومثل ما ذكرنا بأن اليوم يوم مميز، يوم العلم بدولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة اليوم أيضا يعني هذا اليوم يعتبر يوم مهم للجميع، وهناك طبعا أهمية خاصة لاحتفال هيئة الصحة بدبي بهذا اليوم المميز. يشرفنا الآن مستمعينا الأعزاء بأن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي. أستاذ خالد، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور أخي عبد الله. الله يحييك أستاذ خالد. طبعا هيئة الصحة بدبي بحكم أنها المؤسسة اللي تدير موضوع يعني كوفيد 19، طبعا لها أكيد خصوصية، واليوم هذا اليوم يعتبر بالنسبة لكم ولموظفين هيئة الصحة يوم مميز، فحابين نسمع عن منك أستاذ خالد عن استعداداتكم والاحتفال بهذا اليوم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هيئة الصحة في دبي شأنها شأن جميع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. التي تحتفل بهذا اليوم، يوم العلم، اللي هو يعتبر من الأيام الوطنية التي نعتز بها على مستوى الدولة من أقصاها إلى أقصاها. هيئة الصحة في دبي كان لها دور كبير جدا في خط الدفاع الأول عن الجائحة. نعم. جائحة كورونا المستجد، ولذلك اليوم بناء على التوجيهات العليا باقتصار الاحتفالات على عدد معين من الحضور في كل مؤسسة. نعم. ارتأت الهيئة أن يكون التكريم في رفع العلم بوجود معالي المدير العام، وأيضا تكريم خط الدفاع الأول أن يكونوا هم الذين يرافقون معاليه في رفع العلم، فراح يكون الأطباء والصيادلة والممرضين وفني المختبرات والأشعة هم الذين يرفعون العلم مع معالي المدير العام. كذلك الأمر بالنسبة للدوائر أو القطاعات الأخرى في الهيئة تقوم حاليا بأيضا إن شاء الله الاستعداد لرفع العلم، فهناك مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة، جميعهم يعني سيحتفلون، إضافة إلى مستشفى حتى ومركز ند الحمر وأيضا مركز علاج الطبيعي في منطقة الصفا في إمارة دبي. كل هؤلاء إن شاء الله سوف يكونون اليوم باعتزاز وبفخر يشاركون في حفل رفع العلم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أستاذ خالد، نحن سعيدين بأن يشارك خط الدفاع الأول مع معالي حميد القطامي في رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما ذكرت نحن أسوى بباقي الهيئات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحتفل بحرص وسنحتفل مع إجراءاتنا الاحترازية في يوم العلم. أستاذي الفاضل، كلمة أخيرة تقدمها لمستمعي إذاعة نور دبي بمناسبة يوم العلم.
في هذا اليوم لا يسعني إلا أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات حول الاحتفال بهذا اليوم العظيم الذي أتمنى أن يكون يعني شامخا مرفرفا مدى الأيام بإذن الله تعالى، دليل عز وشرف وفخر هذه الدولة. نعم أستاذ خالد الجلاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا وشاكرين لك هذه الكلمات الجميلة التي تعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذا الوطن، شكرا لتواجدك. شكرا جزيلا. يوم العلم. نعم أخوي عبد الله، نحن اليوم سعيدين بخط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي هيئة الصحة بدبي على جهودهم اللي بذلوها أثناء جائحة كوفيد-19 وما زالوا يبذلون قصارى جهودهم لمحاربة هذا الفيروس وللحفاظ على صحتنا وأمننا وأماننا أيضا، لأن الصحة هي أهم شيء للإنسان. صحيح، ومثل ما ذكر الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة الاتصال بهيئة الصحة بدبي بأن هيئة الصحة بدبي بتاخذ طبعا بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية، والحقيقة كان جميل أيضا يعني من كلامه أنه بيرافق يعني معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي لفعالية رفع العلم اللي هم يعني خط الدفاع الأول، على أساس أنه يتم أيضا تكريم الفريق هذا اللي الحقيقة يعني عمل الكثير لموضوع جائحة كورونا. نعم أخوي عبد الله، ونذكر طبعا أعزائنا المستمعين بأن علم دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر، واجبنا كأبناء في هذا الوطن أن نرفع هذا العلم خفاقا عاليا على منازلنا وفي مؤسساتنا ووين ما كنا، نحن نحتفل بالعلم في كل يوم، ولكن ابتداء من 3 نوفمبر نتمنى من الجميع اللي يسمعونا الحين في طريقهم سواء إلى منازلهم أو إلى العمل أو إلى أي مكان، نتمنى منكم جميعا أن نرى علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقا عاليا على بيوتكم، ومثل ما قلت في بداية الحلقة علم دولة الإمارات العربية المتحدة أخوي عبد الله خفاقا وعاليا دائما في قلوبنا قبل أن يكون عالي في أي مكان آخر. نعم أيضا اختئامنا التوقيت يعني أن يرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة يعني في توقيت واحد، هذا هو طبعا التأكيد على حقيقة مهمة جدا، وهي أننا يعني نحن جميعا في دولة الإمارات واحد، ونؤكد الانتماء لدولة الإمارات ولوطن واحد، وأيضا نعمل لتحقيق هدف واحد. نعم أخوي عبد الله، نحن يد بيد، ومثل ما قال الشيخ محمد بن زايد البيت متوحد، ونحن متوحدين دائما في جميع إمارات الدولة، كلمتنا وحدة ونرفع علمنا في وقت واحد اليوم إن شاء الله في 11:00، يعني بعد تقريبا 10 دقائق أخوي عبد الله بنحتفل بيوم العلم وبنرفع علم دولتنا خفاقا عاليا. طبعا نحن اليوم موجودين في مؤسسة دبي للإعلام في إذاعة نور دبي، وشهدنا طبعا الاحتفالات من بوابة مؤسسة دبي للإعلام، طبعا نحن شاكرين لهم هذه الأجواء الجميلة أخوي عبد الله، الكل اليوم متوشح بألوان العلم مثل ما شفنا تونا في الصبح. نعم. الجميع في مؤسسة دبي للإعلام يرتدي ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ولنا الفخر والاعتزاز اليوم أن يكون صوتنا مسموع على هذه الإذاعة المتميزة، وننقل مشاعرنا وفخرنا واعتزازنا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا اختئامنا الحقيقة يعني من خلال برنامج صحة وسعادة، نحب أن نشكر يعني جميع العاملين بهيئة الصحة بدبي على الخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي وجميع العاملين فيها، سواء يعني الأطباء والإداريين وفريق التمريض، على جهودهم الجبارة الحقيقة. نعم أخوي عبد الله، لا يقتصر
يعني الشكر لخط الدفاع الأول فقط على الأطباء، فهناك جنود مجهولين عملوا ليل ونهار في جميع قطاعات هيئة الصحة في دبي لتنعم دولة الإمارات بالأمن والاستقرار والصحة والسعادة. والشكر أخوي عبد الله في ختام حلقة برنامج صحة وسعادة اليوم موصول لفريق الإعداد في البرنامج السيد يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومن الإخراج مخرجنا المبدع والمتألق اليوم الأستاذ نمر محمد. وطبعا شكرا لخط الدفاع الأول، وشكرا لإذاعة نور دبي، وشكرا لك أيضا أخوي عبد الله. وكنت معاكم أنا محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.